السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. المنطقة العسكرية الخامسة، عام حافل بالإنجازات والانتصارات العسكرية. قرار حكومي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تقرير حقوقي يرصد 143 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال العام 2019. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. أحبطت قوات الجيش الوطني هجومين شنتهما ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية يوم أمس في جبهتي الجب وبتار بشمال وغرب محافظة الضالع. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا الحوثية شنت هجمات متزامنة على مواقع الجيش في جبهتي الجب وبتار، ودارت على إثرها مواجهات عنيفة مع قوات الجيش، ما أجبر الميليشيا على الانسحاب بعد تلقيها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي وقت سابق لقي القيادي الحوثي خالد الحومي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. حفل العام 2019 بالإنجازات العسكرية والانتصارات الميدانية في المنطقة العسكرية الخامسة، فقد تمكن الجيش الوطني من تحرير الكثير من الأرض، وأذاق ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية ضربات موجعة على أكثر من محور. في التقرير التالي نستعرض أبرز إنجازات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة. تمثل المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة كابوسا مرعبا لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد هزائم مريرة وخسائر فادحة منيت بها الميليشيا في أكثر من محطة طوال العام 2019. فالثالث والعشرون من شهر فبراير شهد تحرك أولى انطلاقات الجيش الوطني للعام المنصرم بمحافظة حجة، والمتمثل في تحرير تبتة سيان والسوداء جنوب غرب مديرية حرض. أعقب ذلك إطلاق عملية عسكرية واسعة من كافة ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الخامسة في شهر مارس، وبمساندة من مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، هدفت للتوغل في مديرية عبس عبر بوابتها الجنوبية عزلة بني حسن. وحققت العملية أهدافها كاملة أو تزيد، حيث تحررت عدد من القرى في بني حسن وصولا لقرية الشباكية المحاذية للطريق الدولي القادم من حرض باتجاه الحديدة. اليوم نحن في بني حسن، أصبحنا الآن في مديرية عبس، المديرية الرابعة التي أو المديرية الخامسة تنتشر فيها المنطقة العسكرية الخامسة. وفي شهور يونيو وأغسطس وسبتمبر تمكن الجيش الوطني من إطلاق عمليتين عسكريتين من خلالهما تحررت منطقة المزارع والخط الإسفلتي الواصل بين مدينتي ميدي وحرض بطول 20 كيلو، فضلا عن التوغل في الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة حرض الحدودية الاستراتيجية. سبع طائرات مسيرة تمكن الجيش الوطني في العام الفائت من إسقاطها بمناطق متفرقة بمديريات عبس وحيران وحرض. كانت الميليشيا أطلقتها، بعض منها استهدف سوق حيران المكتظ بالمدنيين وأحد المساجد في بني حسن. فيما شهد شهر أكتوبر أعنف وأوسع هجوم للميليشيا على مواقع الجيش الوطني من كافة القطاعات والمحاور، بعدما حشدت له الميليشيا لأكثر من شهرين متواصلين، حيث تواصل الهجوم 18 يوماً، لكنه فشل وتبخر ليثبت أن المنطقة العسكرية الخامسة صارت على قدر عال من الكفاءة والخبرة الميدانية القتالية المتراكمة. ما يزيد عن 70 عنصراً من الميليشيا خلال العام وقعوا بقبضة الجيش الوطني، ما يؤكد تلقي الميليشيا خسائر كبيرة. المنطقة العسكرية الخامسة وهي تنهي عاماً من الإنجازات والبطولات وتستقبل عاماً جديداً تثبت أنها الأقدر والأكفأ في مختلف المجالات العسكرية والمعارك الميدانية. فهل سيكون 2020 عام الالتحام الأوسع والانتصار الكبير؟ سليم المخلافي، مديرية عبس، محافظة حجة.
اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح اليوم على المشاريع الصحية والأوضاع الخدمية في المناطق المحررة بمحافظة حجة، وناقش نائب الرئيس مع محافظ محافظة حجة اللواء عبد الكريم السنيني واقع المشاريع الصحية في المديريات المحررة بالمحافظة، وأكد على الأهمية القصوى التي توليها قيادة الشرعية بالقطاع الصحي وإنشاء وإعادة تأهيل المرافق الصحية ورفضها بالكوادر والمستلزمات ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين. وشدد نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة التنسيق الحكومي لتقديم الخدمات العلاجية، وأشار إلى الآثار الكارثية التي تسبب بها انقلاب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية وتعطيلها للمؤسسات الصحية، ما أدى إلى انتشار الأوبئة وتفاقم الأمراض. عام من الموت والدمار، عام آخر من الموت والدمار الذي صنعته ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق المدنيين بمحافظة الحديدة، والتي كان لها النصيب الأكبر من الموت المزروع برا وبحرا. نتابع. إنها جحيم الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الحديدة، القاتل الإيراني لليمنيين برا وبحرا. فقرابة 3 مليون نسمة من السكان في الحديدة تتخطف حقول الموت الجهنمي يوميا العديد من أرواحهم، أو تصيب آخرين بجروح وعاهات دائمة. أكانوا أطفالا يلعبون، أو عمالا يبحثون عن أرزاقهم، أو مزارعين يحرثون الأرض، أو صيادين في شواطئ البحر الأحمر. مهددين كده في البحر ده، صنابق خايفة ولا حد يقدر ولا يبوك للبحر ولا بر. هذا ما خلصت إليه تقارير دولية صادمة حذرت من أن 1/3 ضحايا ألغام الحوثي في الحديدة خلال عام من الهدنة وقودها هم الأطفال. فهناك 46 طفلا قتلوا بالألغام و366 جريحا. وثقت حالاتهم وسائل إعلام ومراقبين محليين. راكبا إلى الجمال، والجمال أتى اللغم مع الجهود وعمديت إلى كرح نفار بالجمال موتا والجهود تأورت. وفي تقدير للمساحات المزروعة بالألغام، تشير هذه التقارير بأن الميليشيات زرعت مئات الآلاف من ألغامها الأرضية والبحرية في الحديدة. نشاط الحوثيين الإجرامي في هذا المجال أصبح بصمة دم تطبعها ألغام الميليشيات المصنعة محليا بمعاونة خبراء إيرانيين أو حتى المستوردة من طهران. ميليشيات الحوثي تزرع ألغام زوجية، لن تكتفي بلغم واحد في نفس الموقع، بل تزرع 2 ومن 3 إلى ألغام لتدمير هذه المركبات وتدمير المواطنين. فالقابضون على جمر الحوثي من أسر الشهداء والجرحى والمقعدين قضوا وأصيبوا أثناء تحركاتهم اليومية. اللجان الأممية أكدت بأن الألغام تعيق حركتها للإشراف على نقاط الارتباط، وبدلا من معاقبة مرتكبي جرائم زرع الألغام، منحت الأمم المتحدة الميليشيات سيارات دفع رباعي تستخدمها لزراعة الألغام في فضيحة أممية بالغة السخف والضحك معا. وحسب المشروع السعودي لمكافحة نزع الألغام مسام، فإن معدلات زراعة الألغام في اليمن هي الأكثر كثافة بين كل دول العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. عبد الحفيظ الحطامي، لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ الحطامي. عبد الحفيظ، بداية، ما هو وضع المدنيين في الحديدة خلال العام 2019؟ نعم أخي محمد، الوضع 2019 بالنسبة فيما يتعلق بالمدنيين كان وضعا كارثيا مقارنة طبعا بالأعوام السابقة. وللأسف الشديد بأن هذا الوضع الكارثي كان أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي بادر في نهاية 2018 إلى فتح ملف الحديدة على أساس أنه ملف إنساني، لكن للأسف الشديد مارست الميليشيات العديد من الانتهاكات والخروقات فيما يتعلق بالمدنيين، وكان
على رأس أولويات هذه الانتهاكات والألغام المحرمة والمجرمة دوليا، العديد من الأطفال والنساء وأيضا الرجال باتوا مبتوري الأقدام، هناك حالات يصعب علاجها، هناك أسر فقدت أطفالها، هناك رعاة للإبل ورعاة أيضا للماشي فقدوا ماشيتهم وفقدوا الأطفال الذين كانوا يرعون وأيضا فقدوا المزارعين الكثير من أطفالهم ونسائهم أثناء عملية الدخول والعمل في القطاع الزراعة، إضافة إلى الصيادين الذين تضررت قوارب الصيد وتعرضت للألغام البحرية، قتل العديد من الصيادين في العام 2019. لكن من خلال التقارير ومن خلال متابعتنا للوضع ومسار الوضع الانتهاكات في الحديدة، كان الأطفال وقودا لهذه الانتهاكات للأسف الشديد، سوى أولئك الذين قضوا بالألغام والمتفجرات أو أولئك الذين أيضا قضوا بعمليات القصف التي استهدفت منازل المدنيين، إضافة إلى المئات من الأطفال تسببت الميليشيات بقتلهم أثناء قيامها بتجنيدهم الإجباري والزج بهم في جبهات القتال في العديد، وليس في جبهات الحديدة بل في العديد من الجبهات التي فتحتها الميليشيات لمواجهة اليمن. وبالتالي تكون محافظة الحديدة بحسب التقارير الميدانية هي الأوفر حظا من هذه الانتهاكات للأسف الشديد، وسالت فيها الدماء على مرأى ومسمع كافة رؤساء اللجان المشتركة الذين بعثتهم الأمم المتحدة لمراقبة ورئاسة اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار. قتل الناس تحت سقف الهدنة، قتل الأطفال تحت سقف الهدنة، قتل الرعاة والمزارعون والصيادون تحت سقف الهدنة، دمرت المنازل. للأسف الشديد صارت محافظة الحديدة تحوي على مئات الآلاف من المتفجرات والألغام، بعضها اصطنعت داخل مدينة الحديدة وبعض مواقع المديريات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بإشراف من العديد من الخبراء الإيرانيين الذين باتوا يتجولون في مناطق وتنقلهم الميليشيات من منطقة إلى أخرى، من ضمنها مناطق في مركز مديرية الدريهمي. وبالتالي تكون محافظة الحديدة هي المنفذ الرئيسي لعملية دخول الألغام سوى تلك التي صنعت في إيران أو عن طريق الخبراء الذين والمواد الخام الذين أيضا تم التسلل بهم أو تهريبهم إلى داخل محافظة الحديدة. وبالتالي محافظة الحديدة نالها النصيب الأوفر من عملية القتل والتدمير وصناعة المأساة من خلال هذه الألغام والمتفجرات المجرمة دوليا، والتي للأسف الشديد وقف المجتمع الدولي ولا يزال صامتا عدا بعض الإشارات وبعض البيانات الباردة والسمجة التي لم ترتقي إلى مستوى الجريمة والكارثة الإنسانية التي حلت في محافظة الحديدة بفعل هذه الألغام والمتفجرات. لا أدري في تعبيرك هي الأوفر حظا من الانتهاكات، لا أدري هل الانتهاكات باتت حظا بالنسبة للمدني، ولكن في إطار ردود الفعل الأممية، هل توفر الأمم المتحدة أيضا غطاء سياسيا لكل هذا الإرهاب، لكل هذا القتل، لكل هذه، هناك حرب مكتملة الأركان، ليست هناك هدنة، أليس كذلك؟ نعم أخي الكريم، طبعا الميليشيات تعتبر ذلك من 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 حظ محافظة الحديدة بحسب تعبيرات وتصريحات القيادات ميليشيات الحوثي، لأن ذلك دفاعا عن محافظة الحديدة وأبنائها، بينما هي اصلا تقتلهم. وبالتالي هذا المصطلح تستخدمه هذه الميليشيات وعلى لسان عدد من قياداتها. وبالتالي اخي الكريم فيما يتعلق بالامم المتحده ايضا للاسف الشديد وقفت المتفرجه وصامته وكانت غطاء، فللاسف الشديد بدل ان تمنح قوات الجيش سيارات رباعيه الدفع لعمليه انتزاع ونزع هذه الالغام، منحتها للميليشيات التي استخدمتها للعروض واستخدمتها ايضا لزراعه الالغام في العديد من المديريات الجنوبيه، وتزال تزرع حتى على مستوى محافظه مدينه الحديده، اذ باتت حتى الشوارع الشرقيه والجنوبيه لمدينه الحديده فيها العديد من هذه الألغام، وحتى رؤساء اللجان واللجان الميدانية لا تستطيع التحرك. وبحسب أبي جدوها آخر رئيس للجنة التنسيق وإعادة الانتشار أكد ذلك في تغريدات متكررة بأنه لا يستطيع لا هو ولا عدد من لجان الارتباط
داخل مدينة الحديدة نعم. للإشراف على ما يتعلق بقضية الهدنة، وبالتالي الكارثة الإنسانية التي حدثت في مدينة الحديدة للأسف الشديد تمت على مرأى ومسمع الأمم المتحدة. زميل عبد الحفيظ الحطامي مراسلنا في الحديدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تمكن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع أكثر من 1600 لغم وعبوة ناسفة حوثية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي. يشار إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ أكثر من 120 ألف لغم زرعتها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء والمواطنين. أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان على أهمية تحسين الخدمات التي تلامس المواطن والعمل مع الجيش الوطني والأمن على توفير الأمن واستكمال عملية التحرير. ودعا شمسان خلال ترأسه اليوم اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة، دعا إلى توحيد الصفوف وترشيد الخطاب الإعلامي الذي يجمع أبناء تعز ولا يفرقهم. وناقش الاجتماع خطة العام 2020 واحتياجات المحافظة في كافة المجالات وفي مقدمتها الخدمات الأساسية التي تلامس هموم أبناء المحافظة. لا توجد هناك إنجازات حقيقية تحدث تغيير في حياة الناس، تحدث تغيير في الخدمات، تحدث تغيير يعني في ما يرجوه المواطن من الدولة. يعني ربما نحن نصلح من أدائنا، نعمل من أدائنا، نقوم ببعض المهام هنا وهناك، لكن انعكاس هذه الخدمات على المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن يعني أعتقد بأنه القليل القليل هي من لامست هذه الخدمات التي تصل إلى المواطن بصورة مباشرة. نريد أن نتمكن من خلال جيشنا الوطني وأمننا على الانتصار لتعز، يعني مهم جدا أن ننتصر لتعز، مهم جدا أن ننتصر لتعز مدينة يعني مدينة كل اليمنيين، مدينة الجمهورية، مدينة الديمقراطية، مدينة الدولة، مشروع المدينة المستقبلية للدولة الاتحادية. لا يمكن إذا أخفقت تطبيق الدولة الاتحادية في تعز ثقوا تماما أنها لن تتطبق في أي مكان في اليمن، لأن تعز هي المحافظة الأكثر قربا والأكثر من حيث مستوى التعليم، من حيث مستوى الثقافة، وأيضا من حيث الحاجة، يعني أكثر محافظة هي بحاجة الانتقال إلى الدولة الاتحادية أكثر من أي محافظة أخرى. ينبغي أن نتصرف بمسؤولية كبيرة جدا فيما يتعلق بالحرية الإعلامية، وأن الناس كيف يعني كيف توجه الخطاب الإعلامي لتوحيد الصف، للم الشمل، لتوحيد الجهود. يعني لسنا بحاجة للمزيد من الفرقة، يعني قد فينا ما يكفي، يعني لا نريد المزيد. يعني من السهل جدا لأي بني آدم أن ينتقد، ومهم أن الناس تنتقد، لكن ينبغي أن يكون النقد نقد موضوعي بناء، أنه يدرس ما هو موجود، يدرس الإمكانات الموجودة، يدرس يقول والله أنه المحافظة تقوم بمهمة كذا بهذا الشكل، ولو قامت بها بهذا الشكل ستحقق عائد أفضل. عبر عدد من مدراء عموم السلطة المحلية بتعز عن تفاؤلهم بالعام الجديد 2020، وأن يكون عام نصر واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير تعز. نتمنى في العام الجديد أن يتحقق انتصار تعز على القوى الحوثية الغاشمة علينا، أن توحد أبناء تعز، أن تصطف القيادة، أن يصطف كل أبناء تعز مع قيادة مع الأخ المحافظ، مع فخامة الأخ المشير عبد الرب المصرادي، لبناء اليمن الحديث، اليمن الجديد، اليمن الذي نظرنا عليه من 2011. أتمنى في العام الجديد عام 2020 أن يعم الأمن والسلام لمحافظة تعز، وأن يجتمع جميع الفرقاء السياسيين، وأن يكونوا على كلمة واحدة ويسعون إلى إيجاد استقرار وبناء تعز. فيما يخص مجال الكهرباء، أتمنى التفاعل معنا من الجهات الحكومية العليا في توفير خدمة الكهرباء لمحافظة تعز.
وأن يكملوا ما بدأوا فيه بتوفير مولدات كهربائية وإصلاح الشبكة الكهربائية لمحافظة تعز. أمنياتي في عام 2021 في هذا اليوم الذي تدشن فيه محافظة تعز هذا اليوم بتفاؤل وأمل كبير، الخروج برؤية مستقبلية تنهض فيها الجامعة وتنعكس على المحافظة وتنعكس على بلادنا الحبيب. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا عام تفاؤل وعام خروج من هذا الوضع الحالي وانطلاقة نحو التنمية والتطوير. أتمنى في بداية العام الجديد أن تنتهي الحرب في كافة أرجاء الوطن، وأن تتحرر محافظة تعز، أن تعود الحكومة للاستقرار وتدير أوضاع هذه البلاد من عاصمتها المؤقتة عدن. وأمنيتي الشخصية أتمنى أن يرتقي اليمن ويعود مجده كما كان، وأن يظل لدينا رئيس واحد وحكومة واحدة وبرلمان واحد وعملة واحدة، حتى نكون فعلا روح واحدة تحت راية واحدة وتحت يمن واحد. نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه لم الشمل وتخليص اليمن من هذا الانقلاب الغاشم الذي طالت فترته، الآن نحن نعدي لخمس سنوات، وإن شاء الله أنه تكون تعز أيضا بأفضل حال وأمن واستقرار. ما نتمناه أن يسود السلام في كامل أرجاء اليمن، وخصوصا على هذه المدينة التي عانت أكثر من غيرها من المدن، وهذه المحافظة التي اكتوت بنار الحرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2020 هو عام السلام وعام المحبة وعام انتهاء جميع المآسي على هذه المدينة، على مدينتنا ومحافظة تعز. أمنيتي لعام 2020 الأول أن تتوقف هذه الحرب التي أصبحت حرب أبدية، وخصوصا في محافظة تعز، هذه المحافظة التي لم تعتدي على أحد، ظلت خلال خمس سنوات تدافع على نفسها، لازالت هذه المحافظة محاصرة تعاني من كارثة إنسانية حقيقية. نتمنى فعلا أن يتم إيقاف هذه الحرب وتطبيق أو العودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القرارات الدولية فيما يخص هذه الحرب. في أول يوم من العام الميلادي الجديد نتمنى لمحافظة تعز الأمن والاستقرار وإزالة هذه الغمة التي تمارس القصف والإرهاب ليلا ونهار، وأن نشهد نهضة تربوية وتعليمية خاصة في محافظة تعز مع افتتاح أو مع بداية هذا العام. فإذا توفر الأمن وإزالة هذه الغمة سيحدث بالمقابل نهضة تربوية وتعليمية إن شاء الله. العام الجديد ربما يحمل الكثير من التطمينات، ونتمنى أول أمنيات بالذات، ونتمنى أن تترجم على أرض الواقع، وهي في الأساس قبل كل شيء هي إنجاز استكمال عملية التحرير بشكل أساسي، وهو الهم الرئيسي الذي يحمله أبناء تعز ويتمناه كل مواطن في هذه المدينة. هناك أجندة أخرى وتتمثل بتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة في المدينة. هناك نمو مضطرد في هذا الجانب، هناك تثبيت للأمن من جهة النمو للأجهزة الأمنية وبدأت تعمل بشكل أكثر دقة، وهناك كذلك في الجهاز الإداري هناك تطور متسارع في هذه الجهة، ونتمنى أن يتم التكاتف والتلاحم بين أبناء تعز، سواء كان بين القيادة العسكرية والقيادة السلطة المحلية وكذلك الأحزاب. أصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك اليوم الأربعاء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة أحمد غالب، وتضم اللجنة 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. وستتولى اللجنة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووجه رئيس الوزراء اللجنة بسرعة تفعيل دورها والتواصل مع مجموعات العمل المالي والإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن. وقال رئيس الوزراء إن قرار إعادة تشكيلها يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود. تفقد وزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور يوم أمس القوات الكويتية المشاركة في حملة
وفي عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن ضد ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. أكد وزير الدفاع أحمد المنصور استمرار مشاركة بلاده في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وفقا لوسائل إعلام كويتية. وقال وزير الدفاع الكويتي إن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت. واعتبر الوزير أحمد المنصور مشاركة منتسب الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي. وتشارك الكويت بقوات جوية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما تتواجد قوات لها في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، وتعمل مع القوات السعودية لمواجهة أي تهديدات لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية نحو المملكة العربية السعودية. قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لخطة تنفيذ متزامن للمسارين السياسي والعسكري والأمني في اتفاق الرياض. وأكد بن دغر بأن الفرصة مواتية لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق الرياض واستعادة الهدوء وتحقيق السلام في المناطق المحررة. وأوضح بن دغر في منشور على صفحته في الفيسبوك أن خطة التنفيذ المتزامن للمسارات السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض تتضمن عودة القوات والانسحابات المتبادلة وتموضع جديد وسحب السلاح الثقيل والمتوسط وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن وتمكين قوات الأمن من السيطرة الأمنية. أشار بن دغر إلى أنه سيجري تنفيذ الخطة برعاية وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الرب منصور هادي وقيادة المملكة وقيادة الانتقالي. وأكد بن دغر بأنه ليس لدى الجميع سوى خيار واحد، وهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه واستعادة اليمن الكبير. أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي إن بقاء الحكومة ومؤسساتها خارج اليمن سبب رئيسي لتأخر إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وعائق أمام تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وقال العليمي لصحيفة الشرق الأوسط إن عدم عودة الحكومة واستقرارها شكل أحد المعوقات الرئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، كما أثر بشكل مباشر على الجهود التي تبذلها الحكومة والتحالف الداعم لها من أجل استعادة الدولة وتعزيز دورها أمنيا واقتصاديا. وأكد مستشار رئيس الجمهورية إن الأحزاب في التحالف الوطني اليوم أكثر إدراكا لأهمية مغادرتها مربع الصراعات فيما بينها، مشيرا إلى أن السقوط الشرعية يعني سيادة الفوضى والعنف وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة وانتشار الفقر والجهل والمرض. وأكد العليمي إلى أن اتفاق الرياض أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي وكان بمثابة مراجعة للشرعية والتحالف على حد سواء، ووحد الصفوف ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. سيطرت قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة على منطقة حبورة في مديرية حبان بعد مطاردة عناصر تخريبية استهدفت مواقع للجيش والأمن. وقالت مصادر أمنية إن الحملة الأمنية لاحقت العناصر التخريبية وأحكمت سيطرتها على منطقة حبورة معقل تلك العناصر التخريبية. وأشارت المصادر إلى أن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط 10 عناصر تخريبية بعد محاصرتهم في أحد المواقع بمنطقة الفرع، ووصلت إلى قرية اللجم بمنطقة هدى شرق منطقة العرم بمديرية حبان. وأوضحت المصادر بأن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية. وكانت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة أطلقت يوم أمس حملة أمنية بعد اختطاف الطالب تركي لعكب وتعرض بعض النقاط الأمنية لاستهداف بين وقت وآخر من قبل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون. أكد مرصد الحريات الإعلامية بأنه سجل 143 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2019، منها حالة قتل تعرض لها إعلاميان. أوضح تقرير المرصد إن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال والاعتداء والتهديد والإيقاف من العمل،
بالإضافة إلى انتهاك ضد مؤسسات إعلامية. وأشار المرصد إلى تصاعد حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين خلال العام الماضي. وقال المرصد إن حالة الصمت الدولي وإفلات الأطراف من العقاب شجع على وحشية تعاملها واستهدافها للصحفيين بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين. قالت مصادر أكاديمية إن الميليشيا الحوثية فرضت مقررات طائفية جديدة على طلاب الماجستير في كلية الإعلام وعدد من الكليات منها كلية الآداب. وأشارت المصادر لأن من ضمن المقررات التي فرضتها الميليشيا الحوثية مادة الإعلام الحربي تاريخ اليمن المعاصر في إطار خطتها لملشنة التعليم. يأتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي العبث بمناهج التعليم في المدارس في محاولة لتكريس الطائفية وتفخيخ عقول الطلاب. أغلقت عدد من المحال التجارية في العاصمة صنعاء أبوابها اليوم احتجاجا على الإجراءات التعسفية الحوثية. وقالت مصادر محلية أن عددا من المحال التجارية أغلقت أبوابها في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، وذلك استجابة لدعوة نقابة التجار إلى الإضراب الجزئي احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تمارسها ميليشيا الإرهابي الحوثية بحقهم. ويأتي قرار الإضراب بعد أيام من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على سحب العملة الجديدة ومنع تداولها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق احتلال الميليشيا وحد من الحركة التجارية في تلك المحافظات. تحت شعار ما تجود به الأرض الطيبة سيرت مؤسسة وطن قافلة غذائية دعما للمرابطين في جبهات القتال، وتحتوي القافلة على فواكه وخضروات مما تجود به مزارع محافظة مأرب، حيث انطلقت القافلة من وادي عبيدة باتجاه المرابطين في كل من جبهة نهم وجبهة صرواح وجبهة قانية. وتأتي القافلة ضمن أنشطة الدعم الشعبي المساند للجيش الوطني في معركة استعادة الدولة ودحر الميليشيا الحوثية. في يومنا هذا الأول من شهر يناير عام 2020 نستفتح هذا العام الطيب الجميل إن شاء الله سعادتها العام الانتصارات بجبهة ما تجود به الأرض الطيبة، بقافلة ما تجود به الأرض الطيبة دعما لجبهات قانية وصرواح وهيلان والمخدرة ونهم، وذلك دعما من مؤسسة وطن وبالتنسيق مع مزارعي قبائل وادي عبيدة. الشكر الكبير لهؤلاء المزارعين اللي تبرعوا وتعاونوا مع الجبهات، والدعوة لكل يعني قطاعات المجتمع أن تتعاون مع الجبهات. هذه القافلة التي تبرع بها المواطنون دعما لهذا الجيش المرابط في جبهة نهم وصرواح وقانية الذي يدافع عن هذا الوطن ضد ميليشيا الانقلاب والتمرد. نشرتنا مستمرة وفيها وقفة احتجاجية للتنديد بنهب الأراضي في المكلا. تدشين حملة سأبدأ عامي بخير لدعم مرضى السرطان. نفذت منظمة شهيد للرعاية الاجتماعية مبادرة مجتمعية لتكريم رجال الأمن المرابطين في النقاط الأمنية المنتشرة على مداخل وطرقات مدينة مأرب. ويأتي التكريم بالتعاون مع قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة تعبيرا عن التقدير المجتمعي للجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار خلال العام 2019. حضر التكريم رئيس أركان قوات الأمن الخاص العقيد محمد الصبري ورئيس منظمة شهيد عبد الكريم العفيري ووكيلة وزارة الشباب لقطاع المرأة الأستاذة نادية عبد الله. وقع اليوم في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب محضر مشترك بين البنك وشركات ومؤسسات الصرافة
يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين، ما أثقل من كاهل المواطنين. كما تضمن المحضر الذي جرى توقيعه في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل بحضور عدد من القيادات الأمنية، تضمن الاجتماع آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة وبنود عقوبات صارمة ضد المخالفين. وحددت عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها في المحضر بغرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط، وتتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، فيما المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها. نظم العشرات في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وقفة احتجاجية تنديدا بالعبث الذي يطال الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، ورفع المحتجون لافتات تندد بالعبث وتطالب السلطات المحلية بعدم السكوت عن هذه الأفعال. وأكد المحتجون على ضرورة أن تقوم السلطات القضائية والمحلية بمحاسبة المتنفذين الذين بسطوا سيطرتهم على مواقع الدواجن بفوة بمدينة المكلا. وكان محتجون في المكلا نفذوا منتصف نوفمبر الماضي وقفة مماثلة تنديدا بسطو المتنفذين على أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة. دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة عدن الحملة الخيرية السنوية واحد واحد سأبدأ عامي بخير. وأكد مدير المؤسسة في عدن عادل سعيد على أهمية الحملة التي يتم تنفيذها للعام الخامس على التوالي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان والمساهمة في التخفيف من معاناة المرض وتكاليف العلاج الباهظة. ودعا الجميع إلى التفاعل مع حملة سأبدأ عامي بخير والوقوف إلى جانب المؤسسة لمواصلة تقديم خدماتها ورعايتها لمرضى السرطان. نوقش في أبين استئناف نشاط رياض الأطفال والصحة المدرسية في مدارس المحافظة، والتقى مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين والضاحي المحوري بزنجبار مدير عام رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم إيمان خالد، مؤكدا على اهتمام الوزارة بهذا الجانب الحيوي والمرتبط بالأطفال وكيفية بناء شخصيتهم التعليمية وتنمية قدراتهم. طبعا زيارتنا هذه هي تعتبر تكليف من قبل وكيل قطاع التعليم العام في الوزارة، ودعم أيضا وتوجيه من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الأملاس لمعرفة برامج عمل إدارة رياض الأطفال في المحافظات المحررة واحتياجاتهم والمعوقات التي تعرقل عملهم. اليوم نحن إن شاء الله في صدد زيارة لمحافظة أبين للقاء بمدير التربية والتعرف على واللقاء بمدير التربية بمحافظة أبين واللقاء بمدير الصحة إدارة الصحة المدرسية بمحافظة أبين لتفقد الأوضاع وتفقد الصحة المدرسية وتشغيلها إن شاء الله. بدأت 40 معلمة من معلمات محو الأمية في مديرية عتق بمحافظة شبوة دورة تدريبية، وذلك ضمن مشروع تدريب معلمات محو الأمية بعدد من محافظات الجمهورية. وخلال الدورة التي ينظمها فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا وبالتنسيق مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، أشار الوكيل المساعد للمحافظ سالم الأحمدي ومدير محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة محمد العشلة إلى أهمية وحيوية الدورة التي من حيث كونها ستضيف خبرة نوعية في عمل ونشاط معلمات صفوف محو الأمية. وشدد القائمون على الدورة ضرورة اطلاع المعلمات بدورهن المأمول في نشر التوعية اللازمة حول ذلك بين أوساط الملتحقات بصفوف محو الأمية وغيرهن من نساء المناطق التي يعملن فيها. نشرتنا انتهت وعودة إلى أهم عناوينها. المنطقة العسكرية الخامسة عام حافل بالإنجازات والانتصارات العسكرية. قرار حكومي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقرير حقوقي يرصد 143 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال العام 2019. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.